يلجأ الإنسان العادي إلى حل مشكلة ما وإلى التفكير بطريقة سليمة دون دراسة لقواعد التفكير السليم. فالإنسان العادي يستخدم التفكير دون معرفة دقيقة بالمنطق، وذلك من خلال الخبرات التي اكتسبها في الحياة. فمثلا إذا عرفت نتيجة امتحانك قد أعلنت وأن كل الطلاب ناجحون، فإنك تستدل على الفور من ذلك على نجاحك لأنك جزء من الكل، وبذلك تكون قد استخدمت قاعدة من قواعد المنطق، وهي ما يصدق على الكل يصدق بالضرورة على أي جزء فيه. إن الإنسان حين يتعرض لمشكلة فإنه يبدأ في حلها مستندا إلى ما يتوفر لديه من معلومات معروفة حتى يصل إلى المعلومات غير المعروفة، وهذا ما يسمى الاستدلال. فمثلا عندما يكتشف الطبيب طبيعة مرض ما يستخدم ما لديه من معلومات ليصل إلى معرفة نوع المرض، وكذلك ضابط الشرطة يحاول الوصول إلى المجرم عن طريق التحريات. فالاستدلال بالمعنى العام هو العملية العقلية التي بواسطتها يتم الانتقال من المعلوم إلى المجهول. أما الاستدلال في المنطق فهو الانتقال من مقدمة أو أكثر إلى نتيجة تلزم عنها، فمن برودة الطقس نستدل على انخفاض درجة الحرارة. إن الاستدلال يتكون من ثلاث عناصر هي مقدمة ونتيجة وعلاقة. فمثلا إن النتيجة الحتمية للدراسة المركزة هي التفوق. بناء على ما تقدم نجد أن الاستدلال نوعان: استدلال مباشر يبدأ من مقدمة واحدة إلى نتيجة، فعندما أقول كل الفاكهة لذيذة الطعم سأدرك أن كل التفاح لذيذ الطعم. الاستدلال الثاني هو غير المباشر، يبدأ من أكثر من مقدمة لينتهي إلى نتيجة، فعندما أقول كل الورود جميلة الجوري ورد، إذن الجوري جميل. وإذا ما خضنا أكثر في الاستدلال المباشر الذي نستدل به على صدق أو كذب قضية من صدق أو كذب قضية أخرى، فهذا الاستدلال لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لنصل من خلالها إلى النتيجة المطلوبة. والاستدلال المباشر عدة أنواع سندرس منها: الاستدلال المباشر بواسطة تقابل القضايا. إن القضيتين المتقابلتين هما المتفقتان بالموضوع والمحمول والمختلفتان بالكم والكيف. فمثلا عندما أقول فراغ الحكماء سعداء، نستطيع أن نضع في الفراغ السابق أحد الأسوار التالية: كل، بعض، لا أحد، ليس بعض. وللاستدلال تتقابل القضايا أربع أنواع: تقابل بالداخل، تقابل بالتضاد، تقابل بالدخول تحت التضاد، تقابل بالتناقض. أولا التقابل بالتناقض، ويكون بين كاف ميم وجيم سين وكاف سين جيم ميم، وهذه القضايا مختلفين بالكم والكيف. فمثلا عندما أقول كل الطلاب ناجحون، فإن القضية التي نقابلها بالتناقض هي ليس بعض الطلاب ناجح، فإذا صدقت الأولى كذبت الثانية، وإذا كذبت الأولى صدقت الثانية. فالحكم في تقابل التناقض أن القضيتين لا تصدقان معا ولا تكذبان معا. ثانيا التقابل بالتضاد، ويكون بين كلية موجبة وكلية سالبة، وهما متفقتان بالكم مختلفتين بالكيف. فمثلا عندما أقول كل الطلاب حاضرون، فإن القضية التي تقابلها بالتضاد هي ولا واحد من الطلاب جاهز، فإذا صدقت الأولى كذبت الثانية بالضرورة، أما إذا كذبت الأولى فتكون الثانية غير معروفة. ثالثا التقابل تحت التضاد، ويكون بين القضيتين جزئية موجبة وجزئية سالبة، وهما جزئيتين مختلفتان بالكيف. فمثلا عندما أقول بعض الطلاب حاضرون، فإن القضية التي تقابلها بالدخول تحت التضاد هي القضية ليس بعض الطلاب حاضر، وهما لا تكذبان معا وقد تصدقان. رابعا
التقابل بالتدخل، ويكون بين كلية موجبة وجزئية موجبة، أو كلية سالبة وجزئية سالبة، أي قضيتين مختلفتين بالكم متفقتين بالكيف وأحكامه. الكلية كاذبة، تكون الجزئية غير متعينة. الكلية صادقة، تكون الجزئية صادقة. الكلية كاذبة، تكون الجزئية غير متعينة. الجزئية صادقة، تكون الكلية غير متعينة. الجزئية كاذبة، تكون الكلية كاذبة. ويمكن إجمال كل أنواع التقابل السابقة بالمربع الآتي. أما بالعودة إلى النوع الثاني من الاستدلال، وهو الاستدلال غير المباشر، القياس هو قول مؤلف من قضيتين تلزم عنها قضية ثالثة، وتسمى القضيتان بالمقدمتين، والثالثة تسمى النتيجة. وللقياس مجموعة من القواعد. أولا قاعدة التركيب. 1- يجب أن يتألف القياس من 3 قضايا كبرى وصغرى ونتيجة. 2- يجب أن تتألف من 3 حدود، حد أكبر وحد أصغر وحد أوسط. قاعدة الاستغراق. أولا يجب أن يستغرق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين على الأقل، لأن وظيفة الحد الأوسط هي الربط بين الحدين الأكبر والأصغر بالنتيجة. ثانيا يجب أن لا يستغرق حد في النتيجة إلا إذا كان مستغرقا في المقدمة التي ورد بها. ثالثا قاعدة الكيف. 1- الإنتاج من مقدمتين سالبتين. فمثلا ولو واحد من الطلاب حاضرين، ليس بعض المجتهدين طلاب، لا إنتاج منهما، السبب لأن الحد الأوسط يفقد وظيفته بالربط. 2- القاعدة الثانية الاستغراق، هي إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة يجب أن تكون نتيجة سالبة، والسبب لأن النتيجة تتبع الأضعف في الكيف. مما سبق يتكون لدينا نتائج قواعد القياس. أولا لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين موجبتين، السبب لأن الحد الأوسط فقد وظيفة الربط. ثانيا إنتاج من مقدمتين جزئيتين سالبتين، السبب لأن المقدمات السالبة تغير انفصال الحد الأوسط عن الحدين الأكبر والأصغر. ثالثا إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية سالبة والثانية جزئية موجبة، لا إنتاج منهما، لأن ذلك يخالف قواعد الاستغراق. رابعا إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية يجب أن تكون النتيجة جزئية، والسبب لأن النتيجة تتبع الأضعف والأحسن بالكم. مما سبق نجد أن أرسطو حاول ضبط طريقة الاستدلال المنطقي قياسا وبرهانا، وذلك بالانتقال من مقدمات صحيحة إلى نتائج صحيحة، بحيث يتسق الفكر مع ذاته ولا يتناقض مع الواقع.